Google Pixel. Wann ist das denn, ne? Smauni? Yes. اسمعوا اسمعوا اغنية كلار خانز الجديدة. شوف 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 الهيبة شوف الهيبة شوفوا الهيبة شوفوا الهيبة يا شباب شوفوا الهيبة شوفوا الهيبة تبع كلار خانز. شوف شوف كيف بيلف الكاميرا حاله. شوف الهيبة شوف بالله شوفوا الهيبة شوفوا الهيبة شوف اسد يا شباب اسد نسر واقف نمر نمر يا ويلي يا ويلي بيشرب شاي حتى السيارة مش خايف منها اللي وراه. شوفوا الوهرة يضرب المليون كلخان دم على راسه كل يوم كما كان شعرك هاد البيب كما يكون احنا كلاوات تغي وصلنا للطوب اليوتيوبرز كاملين دعموني ايتو عندي ليكم انا بزاف الحب بربر عشيري منك ما نسخاش ديما في جنبي نحتاجك في التفناش اذا كنتي كتضرب غير الوانطاب كلافي ممشى هو سيد الماب تحية لكاع كلاوات اجمي توم اسباب اللي خلاني نغني دوري في الرومات هو التخريب لخنق في جميع الموضات التدريب فنونو قتال انا مدرب نضربك ضربة نجيبك في الموزمبيق نضربك ضربة نجيبك في البوزمبيق نخضر كيتي شوف 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 بالدوبل فيكتوري بربر قريب كنضرب الاصفر ماشي عيب لي طاح خنيق غادي يغيب شوف شوف الوارة شوف 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 فوق الصخر اللي بغاني يعيط ليا فري فاير تعملي شوف مطيحين ونق الوك الوك مطيحين ونق قاعدين يرزلوا فيه كادو نادي ليا شوف شوف يجوا الكلاوات اصحابه بالدبل فيكتور فزعوا له جماعه الهيرو دول في الطاقه صافي عشيري في الطريق غنكسيري وما غاديش نحمل البشريه ما كرهتش انايا في العرش نجلس دعسهم بالسياره ليا ميداليه صاحبي هادشي ما صايبش عليا لك ما ديالي كتكسر ضحيه كيما مشيتي صاحبي تسمع بيا فنشو والله اسطوره اقسم بالله العظيم يا شباب فنان هذا فنان والله العظيم والله اسطوره اقسم بالله هذا سيفان جريكتي والله يا شباب يستحق كل الدعم والله اسطوره اسطوره والله صراحه على فكره اغانيها يا شباب يغنيها في استوديو ها ما بيغنيها يعني انه تسجيل عادي بيغنيها في استوديو وكذا والله شخص محترم 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 جدا والله العظيم يستاهل كل الدعم وموهوب على فكره ان شاء الله نشوفه يصير يغني على اشياء تانية وينشهر ويعني حتى اشياء برا فري فاير والله يستحق كامل الدعم قالوا علي عمر شاف من حالي Es macht, was du sagst. Und das schon ab 349 Euro. Everybody let loose. Leider. Ich دراوي ما غير ميلي ميلي بيشبه وين كلن هذا دراوي لا هذا لا هذا شو قال يضرب المليون جاكوار شفت مبارح علي يسمي ايش مسوي بالليل بيحكي على الاغنية الاولى قال الكليب الاول غادي يضرب المليون على الكليب الاول هذه لما غناها الاغنية كانت مش جاهزة لما غناها كانت اغنيته الاولى هذيك اللي عملت له على ردة فعل كانت لسه مش موصلة مليون هذيك الاغنية ما شاء الله عليها صار 3 مليون ونص يمكن ما شاء الله والله العظيم شوفوا لما عمل الاغنية هذه قال الفيديو الاول غادي يضرب المليون شوفوا هي وهذيك الاغنيه عليها 3 مليون فاصل 400 الف من 3 اسابيع وطالع الاغنيه صدقوني هاي بتجيب ال 10 مليون كمان لا اما حتى المغني مبدع المغني مبدع مبدع والله بصراحه
تشيس كلول غادي يضرب المليون يس كلا خانس خدام على راس وكل يوم كما كان شعروك هاد البيب كاع ما يكون احنا كلاوات غيوصل على الطوب اليوتيوبرز كاملين دعموني ايتو عندي ليكم انا بزاف الحب بربر عشيري منك ما نسخاش ديما في جنبي نحتاجك في التفناش الا كنتي كترب غير الوانطاب كلافي ما مشى هو قالوا بربر عشيري شو لحظه شويه عندي ليكم انا بزاف الحب بربر عشيري منك ما نسخاش قال له بربر عشيري منك ما نسخاش ديما في جنبي نحتاجك في التفناش شبي نحتاجك في التفناش الا كنتي كترب غير الوانطاب كلافي ما مشى هو سيد الماب تحيه لكاع كلاوات جمي نتوما سبب اللي خلاني نغني دوري في الرومات هو التخريب الخنيق في جميع الموضات التدريب فنون وقتال انا مدرب نضربك ضربه نجيبك في الموزمبيق انا كلا نقدر كيديب اللي وقف في طريقي غادي يريب كنضرب الصفر ماشي عيب اللي طاح خنيق غادي يغيب وغادي لابس حجاز ساكورا اه كلا غيمشي بيه غيمشي بيه فنيمو غيزيه تنضرب لصفر نوهيه عرباتي جديد لديد البويا رايه بلش بلش تفناش خدمتي اللي بغاني يعيط ليا فري فاير تعمل يا اسمع سمعت شو حكى قال التفناش خدمتي اللي بغاني عيط لي فهمت درعاوي لا والله قال قال التفنيش شغلي اللي بيحتاجني ناديني كانوا يقولوا افضل شخصيه سواء في البيك في المود ولا برا أيوة والله صافي عشيري في الطريق انا كسيري وما غاديش نلحم البشريه مكرتش انايا في العرش نجلس وبدرو يعلق ليا ميداليه صاحبي هادشي ما صعيبش عليا الكمه ديالي كتكسر ضحيه فين ما مشيتي صاحبي تسمع بيا نو 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 والله نايس والله العظيم رهيبه والله اسطوريه